الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني إذا نظرنا، أخواتي إذا نظرنا إلى هذا الكون، لاحظ أنه تتحكم في قوانين وأنظمة. هذا الكون لا يسير سيراً عبثياً، وإنما يسير وفق خطة إلهية. لذلك لاحظ الآيات تتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الكون عبث، وإنما خلقه حقاً ومن أجل الحق، وهو سائر إلى هدف منشود رسم الله له سبحانه وتعالى. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. كذلك المجتمع، كما تتحكم في الكون قوانين وأنظمة، كذلك المجتمع تتحكم فيه قوانين وأنظمة. القرآن يسميها سنن. قال تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. المجتمع تتحكم فيه كذلك سنن وقوانين. من هذه القوانين التي تتحكم في مسار المجتمع هذه الآية. قال تعالى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية تتحدث بأن الله يحدث التغيير الخارجي إذا توفر تغيير داخلي. لا يغير الله ما بقوم، هذا التغيير الخارجي، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي يحدث تغيير داخلي عميق. هذا التغيير الداخلي العميق المنسجم مع الإرادة الإلهية هذا يتحول في النهاية إلى تغيير على أرض الواقع. وما النصر إلا من عند الله. التغيير الأساسي من عند الله، لكن هذا التغيير يحتاج إلى تغيير إحنا أول نقوم فيه، وهو على مستوى النفس، لكي الله سبحانه وتعالى يحدث النصر والتغيير الخارجي. إخواني أخواتي، ثورتنا المباركة، شهدائنا العظام، معتقلينا الذين يمثلون تيجان هذا الوطن، في الحقيقة ثمرة هذا التغيير الاجتماعي العميق. لو لم يحدث تغيير اجتماعي عميق في هذا المجتمع لما حدثت هذه الثورة المباركة، ولما سقط لنا شهداء عظام صبروا أرض الوطن بدمائهم، ولما كان لدينا معتقلين وراء الخطبان. هؤلاء أخواني وأخواتي بهم بضرامتهم بوجودهم الاجتماعي ووجودهم الذي يتفاعل مع الإرادة الإلهية، الذي يتفاعل مع السنن والقوانين الكونية، الذي يتفاعل مع السنن والقوانين الاجتماعية، سيكونون هم الجهة التي تحقق لنا النصر إن شاء الله. وما النصر إلا من عند الله. قال تعالى: وما جعله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.